عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مزيكا بره الصندوق. ولان الاختلاف مطلوب في كل حاجه بنعملها في حياتنا، كمان لازم المزيكا اللي بنسمعها تكون مختلفه. النهارده ضيفنا هو شويه مختلف لانه بيلعب نوع غريب من المزيكا اسمه الماتل ميوزك. الماتل نوع جديد من المزيكا، او مش جديد قوي بس ليه جمهور كبير لكنه بيلاقي اعتراضات كتير. مين ايهاب خالد؟ بيعمل ايه؟ ليه النوع ده بالذات من المزيكا؟ تعالوا نشوف. إيهاب والباند بتاعه بدأوا من الصفر في 2007 وكبروا الباند وتخطوا مشاكل كتير زي تغيير أعضاء الباند، ووصلوا لأنهم بدأوا يشبهوا الباند اللي تأثروا بيها من البداية، بس في نفس الوقت بدأ يبقى ليهم طابع وأسلوب خاص بيهم بيميزهم. أهم البانز اللي تأثروا بيهم هما أوبك والدريم ثياتر وبينك فلويد. بدأ الباند يتعرف كواحد من أهم الماتل بانز في مصر، ولعبوا في أماكن زي الساقية والمهرجان الكبير للماتل في مصر ماتل بلاست فاستيفل أكتر من مرة، واللي السنة دي هيكون يوم 23 أبريل وهيكونوا مشاركين فيه برضو، وهيكون معاهم بانز من فنلندا واليونان وروسيا بالإضافة لباند تاني من مصر. بس بعيد عن كل ده، إيهاب شاب عادي زي أي واحد مننا، جوانب حياته إلى حد كبير ما تفرقش عن أي واحد فينا باستثناء بسيط نوع المزيكا. إيهاب درس الإعلام وبيشتغل في شركة أونلاين ماركتينج، ولقى نصه التاني من 2014. ما دخلش عالم المزيكا للمتل على طول، والده كان بيلعب بيس جيتار وهو كان بيحب المزيكا بشكل عام بأنواعها، وتعلم كيبورد لحد ما اتجه اكتر للجيتار. من الحاجات اللي ايهاب بيحبها جنب المزيكا الموتوسيكلات، وكمان ايهاب هو اللي بيكتب اغاني الباند. في الاول كنا عايزين نعرف الناس يعني ايه ماتل. الماتل هو نوع من انواع الموسيقى، بيسموه جونر، واصلا من ايام الستينات هو كان في حاجه اسمها روك، موسيقى الروك. الماتل هو سب جونر من الروك، وفي سب جونرز للماتل كمان، في انواع كتير للميتال، يعني مش الميتال كله خبط ورقه زي ما الناس بتسمع وكده، لا، في عندك جوثيك ميتال وفي ديث ميتال وفي بروجريسيف وفي حاجات هاديه وسلو كمان. فبس كلمه ميتال يعني ايه؟ هي بيسموها في مصر يعني موسيقى المعدن يعني، او كده الناس بتهزر بتقول ده. ليه اخترت النوع ده بالذات من المزيكا؟ والله هو انا ما اخترتوش، يعني انا بلعب كذا نوع تاني، مش بلعب ميتال بس، بلعب مزيكا بشكل عام، يعني ميتال، بلوز، فانك، جاز، على قدي في الجاز شويه. بس هو يعني الميتال تقدر تقول بلعب كمان نوع اسمه بروجريسيف ميتال، هو نوع شامل شويه، بيحكي حواديت بقى وكم ميوزيكال كومبوزر كمان، بتقدر تحط فيه اكتر من اليمنت. المزيكا بتعلى وبتهدى وبتبقى اسرع وبتوطى، يعني في اتس فيري دايناميك اند فيري دايفرس، بتقدر تحط فيه حاجات كتير تو فيلفيل ذا نيد بقى اوف يور سيلف از ا كومبوزر. يعني مين قدوتك في الموضوع ده، او مين اكتر حد بتحبه في مزيكا الميتال؟ في المزيكا دي في الميتال في باند اسمه اوبث بحبه جدا. ايه اقرب الحاجات اللي بتسمعها من المزيكا بتاعتكم والاشاعات اللي بتطلع عليها؟ طلعوا علينا ان احنا عبارة شيطان، وطلعوا علينا ان احنا بنمجد وبنسب الذات الالهيه وكلام عجيب كده، يعني مش فاهم بيجيبوا الكلام ده منين. يعني هو الموضوع اشبه في فيلم رعب، يعني واحد بيخش فيلم رعب بيبقى خلاص هو كده بيعمل ده، لا يعني اتس فانتزي، يعني بعمل حواديد وممكن تبقى الناس مثلا في نوع من الناس بتحب تلبس بقى ماسكس وتعمل اشكال وكده علشان كانها بيخدمه على مسرحيه، يعني لان انا زي ما قلت لك في الاول سبعت كونسبت، فبحاول اجسد الموضوع ده كله، يعني غير لما بتكلم عن اغنيه مثلا مش هقول سطحيه، ولكن هقول انها بتكلم مثلا في حاجات رومانتيكيه مثلا ولا مش عارف، فهو حد بيقول بقى او بيكلم مثلا الحد اللي هو بيغني له او كده، انما احنا بنحكي حواديت، فعشان اعيشك في جو الحدوته لازم من كل الجوانب بقى مسرحيه. ينفع ناس تبقى طالعه مسرحيه بتيشيرت وجينز كده وخلاص لو هي في مسرحيه تاريخيه مثلا؟ لا، لازم ابقى لابس الكاستيوم بتاعي علشان اعيشك جوه الروح، ولازم اتكلم بالطريقه اللي كانوا بيتكلموا بيها واللغه اللي كانوا بيتكلموا بيها وهكذا، عشان اعيشك في الجو بس مش اكتر.
المشاكل اللي بتحصل في الحفلات زي مشكله زي كان في مشكله تدخل فيها هاني شاكر بنفسه عشان يحل الموقف، رايك ايه في المشاكل اللي بتحصل في الحفلات بتاعتكم؟ بصي، هو الموضوع ده غلط من اول لاخر. ولو بنتكلم عن مثل سين في مصر، يعني كان في جزء كبير جدا من الناس كانت ضد الموضوع ده، ومن قبل الحفله دي بشهر كنا منزلين زي بيان او تصريح او شوفوا هتسموه ايه يعني، بس حاجه موحده كده وشردت في نفس اللحظه ان احنا مش راضيين على الموضوع ده ومش هناخد تجاهه اي اكشن. وعلى فكره مشكله النقابه، مش هاني شاكر بالاخص يعني، مشكله النقابه في الموضوع ما كانش ان في باند ساتانيك نزل مصر او حاجه من اورجنايزر كده، لكن كان الحفله عملوها غير تصريح. دي كانت المشكله، بس ان هما ده كلام النقابه. بلس احنا مشكلتنا احنا بقى غير مشكله النقابه، ان احنا بنحارب بقالنا كتير جدا سنين على كارت بتاع عبر بقى الشيطان والكلام العجيب ده، واحنا فعلا ما فيش ده، ما بيحصلش هنا خالص. فاخينا ده الاورجنايزر راح عندن بقى في معرفش فينا بقى ولا في ايه، ولا علشان يقول الحريه بقى وعامل فيها بطل، فراح جاب بند امريكاني كده، والبند ده كلامه بيوحي للسيتانيزم. يعني انا ماليش دعوه مثلا ان البند ده اذا كان هم بقى بشخصهم كده بيتبعوا اي دين، مسلمين بقى، بوذيين، سيدنا كتكوت، انا ماليش دعوه. بس الفكره كلها المحتوى بتاع كلام بتاع التراكس بتاعهم ايه، بيقولوا ايه. يعني مثلا انا البند بتاعي مدك، انا مثلا ديانتي كذا مسلم، هل الليركس بتاعه المزيكا بتاعتنا حاجات بتوحي للاسلام؟ لا، هي بتتكلم في مواضيع مختلفه، احنا بنحكي حواديد مالهاش دعوه بالاسلام. لغايه دلوقتي ما كانش ليها دعوه بالاسلام، فمعنى كده هل انا بند ديني؟ هل انا بند اسلامي؟ لا، انا بند بيحكي حواديد. تمام، مالكش دعوه بقى اذا كنت انا مسلم ولا موزي ولا مسيحي ولا ايا كان، مش بتاعتك، انا حر يعني. لكن مشكلتنا احنا بقى مع البند اللي جه وحصل معايا المشكله دي، ان البند كان اصلا لو كتبت اسمه على ويكيبيديا هتلاقي ان هو اصلا قصته كلها ان هو بيحكي على الحاجات بقى الانتي ريليجيوس وانتي كرايست وبتاع كلام من ده، فما كانش طبعا مرحب بيه. ومش علشان حاجه يعني، علشان احنا في مجتمع مش هيسمح بده. انا شخصيا كانسان بقى مش سامح بده يعني، مش هكون مبسوط بيه. زي ما بيقول لك يعني، لو هو شغال في التلفزيون ما تجيبش القناه يعني، حريه في الاول وفي الاخر. لكن عشان انا ملطوط وسط بقى القصص دي، فمش حابب ان يتقال عليا او يتبص لي بستريوتايب مش ظريف. بس ما فكرتوش تعربوا المزيكا بتاعتكم زي ما حصل مع الراب والبوب عشان الناس تحبها؟ بصي، هو المساله دي كلها مساله انه لما جينا نعمل الباند ده من 10 سنين كان الاوبجكتيف بتاعنا ايه؟ الاوبجكتيف بتاعنا كان طريق من اتنين، اتس ايذر you're going commercial او you're going to play music علشان انت عايز تعمل ده لنفسك. فاحنا في الاول كنا عايزين نلعب مزيكا علشان احنا حابين نلعب مزيكا، حتى ما لعبناش كفرز، لعبنا اوريجينالز بس، اللي هو يعني المزيكا احنا اللي كاتبينها. حصل انه نزلنا حفله صغيره والناس كان في ناس قليله كده بس انبسطت بالمزيكا دي وقالت عايزين يعني كمان حفله كمان او حاجه، فقعدنا نعمل ده ان احنا نلعب حفله ورا الثانيه، وعدد الفانز بدا يكتر والناس حابه المزيكا. فما ينفعش بعد الفتره دي كلها فور ذا سيك ان احنا نكبر الفان بيز بتاعنا بقى علشان ده الذوق العام مثلا في مصر، ان احنا نغير من شكلنا. الناس حبتنا كده في الاول، فممكن ده ساعتها هنكبر الفان بيز، بس يعني ممكن هنخسر الناس الاولانيين. في الاول وفي الاخر انا مش عايز بس ان احنا نحط شكل المزيكا اللي احنا بنلعبها انها تبقى سبب في ان احنا نغير شكلنا علشان نعجب ناس. فاهم قصدي؟ احنا بنلعب بالطريقه دي من زمان وحابين ده، لو حبينا نغير في يوم من الايام ونعمل حاجه هيبقى علشان احنا شايفين ده الدايركشن الصح اللي احنا عايزين نمشي فيه، مش هيبقى عشان اي سبب تاني. بس ايه البلان بتاعتكم في الكام سنه الجايين؟ كام سنه الجايين؟ بص، احنا مركزين دلوقتي as we speak، احنا مركزين في ايفنت كبير انترناشونال هيبقى في مصر هنا، تبع اورجنايزيشن اسمها Metal Blast، دي خامس انيفرسري ليها ورابع ايفنت لينا معاهم. جاي فيه باندات كبيره جدا من بره، في باند جاي من فنلندا اسمه Swallow the Sun، وفي باند من روسيا اسمه Inner Missing، وباند مليونين اسمه Dim Light، وفي باند اسمه Odious من اسكندريه، وفي احنا من القاهره.
ملك. ده مركزين فيه جدا عشان عايزين نعمل حاجه ظريفه، لان احنا بقالنا 7 أو 8 شهور ما نزلناش لايف. وليه ما نزلناش بقى 7 أو 8 شهور؟ عشان احنا مركزين في الالبوم اللي انا بقول لك عليه ده اللي متاخر بقى له 10 سنين. ليه بقى المده دي كلها؟ لانه البوم طويل شويه. وفي اخر الحلقه نحب نشكر ايهاب خالد على وجوده معانا، واحب اشكركم، ونتقابل ان شاء الله في حلقه جديده من مزيكا بره الصندوق. باي باي.